نصيب معكم برنامج صباح الخير يا جزائر. اكيد من غير هذا البرنامج المقترح عبر قنوات التلفزيون الجزائري العديد من التظاهرات الثقافيه والفنيه تنظم هنا وهناك في الجنوب الجزائري في ولايه الشرق الغرب وجمهور العاصمه والولايات المجاوره على موعد هذه الايام مع عرض عالمي رائع تحت تحضيره اوبرا الجزائر باعلام بالسائح ظلال العجائب في الفتره من بين 29 الى غايه 4 جانفي. يحضر معنا مهندس هذا العرض وكذلك المشرف عليه الاستاذ عبد الكريم سكار. صباح الخير صديقي واستاذي. صباح الخير محسن، مرحبا بك. كل عام وانتم بخير. وكل عام وانت بخير. اكيد جمهور العاصمه وكذلك الولايات المجاوره كما كان جمهور عين الدفله استمتع بهذا العرض العالمي الموعد باوبرا الجزائر بعد الافتتاح اللي كان يوم 29 وليله الامس، الموعد متوصل خلال هذه الايام. نعم محسن، احنا حبينا نحكوا حكايه بشكل جديد، يعني هي حكايات قديمه تربينا عليها على امهاتنا وجدودنا، دائما كنا لا ننام الا على الحكايه صحيح. البديعه. ظلال العجائب هي هذا المشكل الجميل صحيح. اللي جاي من بعيد يعني بظلال كما راك تشوف يعني وين رشاقة الجسد ولكن روح الحكاية بالأبعاد الثلاث يعني بالزمن الآن وهنا، تجربة عالمية جديدة مبتكرة لكن بشوق الحكاية، أنه كيف ممكن نبني عوالم ونهدمها في رمشة عين. يعني شخوص مثل أليس في بلاد العجائب، هيركوليس، ممكن أنت كبرت على هذه الشخوص الكرتونية، خلينا ملكة الثلج، هاري بوتر يعني بالنسبة للفانس بتاع هاري بوتر، لكن جيم أوف ثرونز أيضا اللي هي عندها ملايين المتتبعين. الفرقة جت من صقيع أوكرانيا، هي تلقاو في غرفة جامعية وأسوا هذه الفرقة كيف ممكن يحكوا حكايات يعني جميله مثل الفيسبوك، ومن ثم امتدت الحكايه. الان هذه الفرقه موجوده في اكثر من 40 دوله. الشيء المليح بالنسبه للجزائر انه اول مره يعني عالميا جيم اوف ثرونز بالابعاد الثلاث وبالظلال، يعني كل شيء ممكن تشكيله، يعني هذا ديزاين جديد لكن حي. كيف ممكن نلقى التناغم بين السينما البديعة، سينما بتاع ديزني هوليوود، السينما اللي عندها بعد ملحمي وشاعري تعطي هذه النكهة الجميلة، نكهة التمثيل البصري اللي من شمعة اللي كانت قديما إلى هذا البروجيكتور بال 3D كما يقول. صحيح، حضرنا نشوفه على الشاشة عبد الكريم. البعض من الكثير اللي كان محظوظ الجمهور اللي حضر البارح ولو البارح باوبرا الجزائر بعلام الساح، كذلك بولايه عين الدفله، نظن كاين ولايات اخرى قريبا ان شاء الله. الموعد كذلك هذا المساء 31 الفاتح والثاني والثالث والرابع جانفي. مدة العرض شحال عبد الكريم؟ هي الساعة و40 دقيقة، لكن رحلة عبر طيف روائع الحكاية، يعني هي لحظة طيف مثل يعني طيف العابر، الساعة و40 دقيقة من السفر الممتع والبديع اللي يخلينا يحيي بداخلنا فانوس الفرح والسعادة. يعني انت تشوف يعني كل شيء مشكل بشكل يعطي للحكايه بعد اخر للكبار والصغار. يعني صح. الطفل هنا في عمره 3 سنوات صح يقدر يكون 90 سنة، يعني ممكن ايقاد الحس بتاع الطفوله بداخلنا وحولنا. يعني هذا المشروع في الجزائر اللي احظى باشراف معالي وزير الثقافه السيد عز الدين نيوبي، احكي لي كيفاش كانت الجوله في عين دفله وكذلك الاجواء كيفاش كانت البارح والبارح باوبرا الجزائر؟ والله كانت لحظات عمر، يعني لانه بالنسبه لعين الدفله اول مره ممكن الجمهور يعني صراحه شاف مثل هذا العرض. يعني في ناس ما دخلوش عتمة السينما، عندما خرجوا تشوف إلماعات في عيونهم وواحد الراحة، يعني راحة البال، يعني لأنه تغداوا بروح الحكاية والخيال. طبعا ما ننساوش أنه هذا عمق الجزائر، يعني عندما تبدا بالعمق ممكن العاصمه دائما محظوظه. يعني وهذا هو بمبادره كما قلت انت من معالي السيد وزير الثقافه وايضا بمساهمه الديوان الوطني لحقوق المؤلف لوندا، يعني تم
استخراج او خلينا نقول تم توزيع هذا الحلم على 3 ولايات، يعني هذه الهبه الجميله في نهايه السنه، عين دفله، سطيف، ثم تيزي وزو. جمهور يعني كان رائع جدا، قاعه ممتلئه عن اخر، الناس واقفين باش يشوفوا هذه اللحظه بتاع السينما، لكن سينما جديده، سينما بممثلين لايف امامك، يعني وراء الشاشه وامام الشاشه، يعني بالنسبه لنا هذا هو الشيء، لازم نعيش على هذا الحلم ونعيش باحتفاليه الفرح اللي بداخلنا، الصوره دائما تعطي صوره اخرى مواليه، احنا في عالم الصوره، يعني هذا هو جعلوا من الظلال صوره تمتد او تصدر لكل العالم. صحيح، لانه في العاده الحياه فيها اكيد كل واحد عنده ربما مشاكل تاعو الخاصه ولا في العمل تاعو، ولا محتاجين اكيد لمثل هذه التظاهرات لتزرع الفرح، تزرع الفرجه. عمل شخص لما يروح مع عائلته اكيد يخرج انسان جديد، شغل فسحه انه يتنفس. اكيد في الختام من السائب الكريم خليك توجه دعوه الكامل الجمهور الجزائري خاصة تاع العاصمة والولايات المتحدة، حتى ربما كاين ناس مادام رانا في العطلة، عطلة الشتوية، كاين من ولايات واحدة أخرى راهم هنا عند العائلة تاعهم باش يجوا ويحضروا العرض، لأنه مازال متواصل إلى غاية يوم 4 جونفي إن شاء الله. أنا نقول يعني باختصار أنه هذه لحظة نادرة، هذه فرصة، يعني فرصة للخيال لكن فرصة للفرح بشكل آخر للأطفال والكبار. أنا أقول بلي مثل هذه الزيارات هي ما تتكررش دائما، يعني فيه ممكن نقضي ليلة بتاع رأس السنة خارج ما هو مألوف، يعني هي الفنادق ولا المائدة، يعني ما ننافسوش الفنادق، لكن هذه جزيرة خليني نقول معزولة لكن جزيرة فيها كل شيء، يعني فيها يمكن أن تسافر بخيالك إلى بعيد، يعني ممكن نحكي سندباد بهذا الشكل، علاء الدين بالمصباح السحري، كل الناس اللي ممكن تيتانيك، كل الناس اللي عندهم هذا الحنين إلى هذا السينما بالأوبرا راح يشوفوا لحظة ما راحش ينسوها لوقت طويل. أكيد الدعوة موجهة للجميع لحضور هذا العرض العالمي راهو في الجزائر إلى غاية يوم 4 جانفي 2019 بحول الله. توجهوا أكيد التذاكر تباع على مستوى أوبرا الجزائر بولام بسيح، وكذلك نقاط أخرى سياب الكريم هي فقط أوبرا الجزائر، أوبرا الجزائر فقط. أكيد لتفاصيل أكثر تلقاو التفاصيل على الصفحة الرسمية لأوبرا الجزائر بولام بسيح. عبد الكريم، من غير هذه التظاهرة أمنياتك للسنة الجديدة 2019 إن شاء الله؟ والله نتمنى أنه يعم الفرح، وكنا يعني في كل سعادة يعني في فرصة لإسعاد الآخر، يعني أنا نقول لازمنا هذا التناوب في إسعاد كل الناس، وإن شاء الله السنة القادمة تكون مشرقة للجميع، إن شاء الله يكون فيها هذا البهجة والسرور والأمان، وتعيش دائما الجزائر بأجنحة طيران بتفاؤل كبير لنتقاسموه بالتفاصيل الصغيرة في يومياتنا. وكل عام وأنت سعيد محسن. ربي يحفظك. وكل زملائي، أنا في داري اليوم رجعت بهذه النوستالجيا الجميلة لهذا المكان، يعني ليدخل كل البيوت إن شاء الله. وما أنت جبت للناس هذا العرض باش يرجعوا في رحلة عبر الزمن والمكان، اليوم راك جيت لبيتك تلفزيون الجزائري ومرحبا بك في كل وقت، وشكرا على هذه الفكرة أنك تزرع الفرح من خلال هذا العرض العالمي للجزائريات والجزائريين، خاصة في هذه المناسبة عطلة شتوية وكذلك نهاية السنة. كل عام وانت بخير، ونتلاقاو اكيد في فرصة أخرى. بدأ راك مهتم دائما بالاستثمار في المجال الثقافي، شكر لوزارة الثقافة وكذلك للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. الكثير من المواضيع قدمناها هذا الصباح بمناسبة آخر عدد لبرنامج صباح الخير يا جزائر لسنة 2018. أكيد خلال سنة 2019 نفس جديد، أفكار جديدة وكذلك فقرات جديدة، بالإضافة إلى الفقرات القارة كفقرة ريم لتقدم لكم كل صباح نصائح في زين دارك.